أنا مفهوم المنزل الصديق للبيئة عندما يتبادر إلى ذهن أي شخص منا يكون أكيد هو المنزل المزود بمواد عازلة قوية وزجاج خاص بالنوافذ وكمان عواكس لأشعة الشمس فوق السطح. كيف نعمل منزل صديق للبيئة ونبني منازل تحفظ الطاقة؟ أكيد راح نتكلم أكثر عن هالموضوع مع الدكتور غسان الفلاح. يعطيك العافية دكتور غسان. حياكم الله. هلا وسهلا. هلا وسهلا دكتور غسان. أول شيء نبغى نعرف كيف ممكن إيش هي الطاقة الصديقة للبيئة وإيش مصادرها؟ الطاقة الصديقة للبيئة هي جميع الطاقات التي لا تؤثر سلبا على البيئة. أوكي. وتكون لا تنضب يعني باستخدام الإنسان لها. إذا نبي نضرب أمثلة لها عن طريق المصادر الطاقة الشمسية الرياح، مهما استخدمها الإنسان لن تؤثر عن احتياجاته، راح يأخذ الطاقة اللي يحتاجها وبنفس الوقت لن يؤثر على احتياجات الأجيال المستقبلية. فلذلك تسمى الطاقة المستدامة اللي تستمر على مدى الأجيال. على عكس الطاقة التقليدية اللي هي تنضب باستخدامها وتؤثر سلبا في البيئة، مثل الوقود الأحفوري، الفحم، الغاز، كل هذه الطاقات تنضب باستخدام الإنسان لها. طيب دكتور غسان، يعني أول ما نقول منزل صديق للبيئة يتبادر لأذهاننا البيوت أي مكان غير عندنا في السعودية، اللي تكون مثلا ما تعتمد على الجبس والإسمنت، ما تعتمد على الكهرباء وهذه تيارات الكهرباء، تكون يعني إذا لا قدر الله خلاص ممكن أنها تروح مع الأرض وما تكون مؤثرة. إيش المواصفات أو المعايير اللي موجودة عندنا في السعودية ممكن نوعا ما تقرب إلى المنازل القريبة من صديقة البيئة زي المواصفات اللي موجودة مثلا في أمريكا لو نبغى نقول؟ أنا من وجهة نظري أشوف أن المباني الصديقة للبيئة والمستدامة هي إعادة ترجمة للمباني التقليدية اللي كانت قبل عندنا. لذلك لو نرى تفضلتي أن تقول إحنا ما نستخدم الطاقات هذه، لو نرى المباني اللي أو بيوتنا القديمة اللي كانت في نجد أو في الشمال أو في الجنوب، فنشوف كيف المبنى كان يتكيف مع بيئته وكان كان يعتبر نسيج من النسيج البيئي اللي وكان جزء صحيح. من جزء من البيئة الحضرية الموجودة. لذلك نشوف الأفنية الداخلية في نجد، نلاحظ في منطقة الجنوب كانوا يعتمدون على الأدوار المتعددة والفراغات القليلة، حتى تيارات الهواء أنها تبرد، يعني هذا الشيء صحيح كان اللي تعمل حركة القديمة. الهواء وكانت الفراغات المبنى كلها تطل على الفياء نفسه بشكل يستفيدون من حركة الهواء ومن الظل اللي ينتج عن هذا الفناء. لذلك إذا وصلنا يعني هي جزء المباني المستدامة والصديقة للبيئة هي جزء من يعني تعريف آخر للمباني التقليدية، لكن يستخدمون لها تكنولوجيا معينة. لذلك مثلا إذا أي شخص مقبل على تصميم مبنى وتصميم منزل له ويبي يحاول يطبق هذه المبادئ، لازم أول شيء يحدد احتياجاته للمنزل. لذلك احنا نرى جميع منازلنا فيها فراغات غير مستخدمة ومساحات ضائعة. صحيح. وفي كثير من العوائل السعودية تهجر الدور الأرضي. صحيح. جميع الاستخدامات تكون في الدور الأول. لذلك أصبحت منازلنا أشبه بالقصور أو قصور الاستقبال. كل نخصص الدور الأرضي كله هو للضيوف كمجلس. طيب. لذلك لازم أول شيء نحدد احتياجاتنا، لأن بمجرد ما حددت احتياجاتك ممكن تستغني عن أشياء كثيرة ممكن بعدين تؤدي هذه إلى ترشيد في استهلاك الطاقة وتوفر عليك أشياء كثيرة. طيب دكتور غسان، خلينا نتكلم عن الدهانات الموجودة في المنازل، هل لها دور في ترشيد الطاقة؟ أكيد. أحد من أساليب العمارة الصديقة للبيئة والمستدامة هي استخدام العوازل استخدامات الدهانات الفوات البيضاء أو المشتقة من البيضاء. لذلك دائما نقول حنا لازم تكون الأسطح المنازل مطلية في اللون الأبيض، لأنه هو يعكس الحرارة ويقلل من انتقالها للمبنى داخليا.
لذلك أيضا إذا تكلمنا على التصميم الداخلي للمبنى لازم نستخدم مواد دهانات أيضا فاتحة اللي تساعد على انتشار الضوء، وبهالنتيجة حنا راح نقلل من استهلاكنا للكهرباء. إذا كنا دارسين توجيه المبنى بشكل مناسب وتوزيع النوافذ في المنزل، وحاولنا نستغل الأماكن اللي قليل الوصول الضوء عليها ونستخدم الدهانات التي تعكس هذه وتساعد من انتشاريته أكثر، فأكيد الدهانات تلعب دور كبير في تقليل تشييد الطاقة. نعم. طيب إذا أبغى أسألك، يعني من اللي فهمته من حكيك الآن أنه أتوقع أنه مسؤوليتنا المجتمعية أنه حنا نأسس منازل صديقة للبيئة، صحيح؟ أكيد هذه مسؤوليتنا كمجتمع كامل، لذلك أنا أقول أن الاستدامة لازم تكون ثقافة عامة وليست ثقافة خاصة أو منفصلة عن المجتمع كله. لذلك دائما أنا يوم أجلس مع الزملاء كمعماريين دائما أتناقش، أصبحت المباني الصديقة للبيئة والمستدامة أشبه بالآلات. كثير من التطبيقات التكنولوجية اللي تقوم على ترشيد استهلاك الطاقة لكن يغضون البصر عن كيف نخلق ثقافة مستدامة للمجتمع. لذلك يجب على المعماري عند تصميمه لأي مبنى لازم يقوم على تصميم وإدارة السلوك المستدام وينميه لدى المستخدم بشكل لا واعي. يعني أنا ممكن المستخدم للفراغ معين أنا أقول له مثلا أنا كمصمم أقول له لازم يكون الرينج تبع حق المكيف لازم يكون بين 20-25، هذا الرينج اللي أنا حاسب عليه تصميمي. فمن خلال التصاميم، من خلال الأساليب المعمارية اللي أنا أستخدمها في تصميمي أجعل المستخدم للفراغ هذا بشكل لا واعي يضع الرينج اللي أنا حاطه في التصميم اللي يوم انشئ المبنى. يعني احنا مشكله اغلب المباني عندنا يا دكتور غسان بتكون للايجار، فبالتالي يكون البناء جدا تجاري زي ما ذكرت قبل شويه عن الواحد كيف يتم توزيع النوافذ بحيث انه يستفيد من طاقه الشمس واشعتها وانعكاسها داخل البيت. لكن انا الاحظ انه هنا شوي احنا نبعد عن البانوراما، ما نستعمل البانوراما فيو ابدا حفاظا على الخصوصيه. طب ممكن كمان الواحد يعملها بس بزجاج عاكس فبالتالي ما يبان البيت. غير كذا بالنسبة للخصوصية والأمور هذه ممكن يكون تحدي للمعماري بشكل أنه ينتج منتج معماري يزيد من خصوصية المبنى. لذلك أعتقد المباني المستدامة يجب أن يعاد التفكير فيها ولا ينظر لها كمنظور كيفية تقليل استخدام الطاقة وتعزيز من أداء الشاغلين لهذه المبنى. يجب أن يكون تفكيرنا أشمل زي ما تفضلت، أنه لازم يكون ننشر ثقافة الاستدامة عن طريق تصاميم المباني هذه. جميل. طب خلنا نسألك عن دور الإعلام في التوعية، كيف شايف دور الإعلام وكيف ممكن إحنا نوعي الناس في أنه يحافظون ويرشدون في نعمل إرشادات لتوفير الطاقة؟ أنا أعتقد دور الإعلام في هذا الخصوص الإعلام التقليدي نوعا ما مقصر من هذه الناحية، لكن إذا لاحظنا دور الشباب اللي قاعد يسوونه الحين في مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الناحية دور جدا كبير وتوعوي، وشجع كثير من الناس أن يفكرون في هذا الاتجاه لأنهم أثبتوا لهم بالتجربة كيفية إذا استخدمت تقنية معينة وما مردودها المادي لك، أن هذا الجزء المهم بالنسبة للإنسان العادي. فأعتقد أنه يجب أن يكون هناك دور أكبر للإعلام التقليدي، أيضا يجب أن يكون هناك دور حكومي على ما أعتقد مشابه للدول الأخرى بشكل أنه يقدم لهم مكافآت للمنازل اللي تقوم على زي أنه مكتفين ذاتيا من الطاقة، أو
هذه في مرحلة متقدمة أو ينتجون أكثر من حاجتهم، فلذلك إذا أنتجوا أكثر من حاجتهم تقوم الحكومة بشرائها أو بمبالغ أضعاف اللي تقدم لهم. ففي جدا أساليب تشجع الناس على الانخراط أكثر في هذه في مرحلة الاستدامة. جميل دكتور غسان، يعني توعية ثم توعية ثم توعية وتوفير بالنهاية، يعني كلها تصب لصالحك بالأخير. ولذلك أنا أعتقد الحين صارت ليست شيء ترفيهي أو شيء يعني ما نحتاجه، أصبح ضرورة الآن. لذلك يجب أن يكون هناك توجيه كامل كمجتمع كامل أن نطبق هذه الأساليب في بيوتنا على أساس نحافظ على بيئتنا ونحافظ على مجتمعنا كسكيل أكبر، مسؤولية مجتمعية بالنهاية. يعطيك ألف عافية دكتور غسان، شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا. حياك الله، سعيد جدا بتواجدي. هلا بك، خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين. مشاهدينا بعد الفاصل، ما الرابط العجيب بين الحب والمرض؟